اهلا وسهلا ومرحبا فيكم اعزائنا المشاهدين بهالحلقه الجديده اللي راح تكون منفس لنا، راح تحكي عن احلامنا وتطلعاتنا واخبارنا. اعزائي المشاهدين، ومثل العاده فاصل ومنبدا حلقتنا. من المعروف عند العايشين ضمن الجغرافيا السورية انه بيعرفوا تماما شو يعني مواد غذائية، وخصوصي ما انه المواد الغذائية بلشت بطريق بداية لتتحول لأشياء صعبة المنال من فترة قريبة، وهالشي كلياتنا بنعرفه وما بدنا نشرحه. وهذا الشيء طبعا بيرجع لارتفاع اسعار مو طبيعي، يعني بعد ما تحول اللحم لحلم بالنسبة للأخ المواطن انضم الدجاج لسباق الغلاء. هلا هذا الحكي كله ما قلنا فيه، فمشان هيك رح احكي لكم شو اللي صار معي تماما حتى اضطريت اني احكي عن هذا الموضوع. عم اتصفح بشكل طبيعي فيسبوك فشفت بوست عم يحكي عن تدخل ايجابي لتحديد سعر الدجاج. بصراحة دائما بيهمني اني اشوف الكومنتات تبع الناس، ففتت وشفت الكومنتات وكانت كلها عم تشكي ومو عاجبها الوضع ولا الاسعار اللي عم تعتبرها انه فوق القدرة المادية تبعها. دغري بلشت عملية بحث سريعة عن الواقع الغذائي بسوريا قبل الأزمة، وكانت النتيجة كالتالي، يعني رح نعرفها كالتالي بعد الفاصل. تفضلوا. مقال قصير شفته بصحيفة البيان الإماراتية نشر بسنة 2000، كان تاني أو تالت مقال بستهدي عليه بعد عدد من المقالات اللي شفتها بتحكي عن الموضوع اللي بدي إياه. اللي أثر علي وخلاني أعتمد بمعلوماتي على هذا المقال هو إنه كانت المقدمة عم تتحسر على الوضع الغذائي والاقتصادي بعدد من الدول العربية، وعم تقارن بينه وبين الوضع الاقتصادي والمادي بسوريا اللي وصفته بأنه كان أفضل اقتصاد عربي. سر الخلطة كان من خلال أنه سوريا وتحديدا بسنة 2006 حققت الاكتفاء الغذائي الذاتي، وهالشي يعني صفر ديون للدول الخارجية. بتقول المعلومات المسجلة أنه بسنة 2006 إنتاج الأغذية بمختلف أنواعها بالإضافة للألبسة كان بيغطي 89% من حاجة السكان بهداك الوقت. بدك تقول معناها يعني أكيد كان في فائض، فوين كان يروح هذا الفائض؟ الفائض يا عزيزي المشاهد كان يتصدر لأكثر من 60 أو 65 دولة على ما أذكر، كانت تتنافس للحصول على البضائع السورية والمواد الغذائية المنتجة بأراضينا كالقمح وما شابه ذلك. يعني كانت سوريا بهداك الوقت مرتاحة جدا، والمواطن آخر شيء بيفكر فيه هو الأكل والشرب. قد ما كان أخي وضع مادي سيء، واللي أساسا ما كان موجود، يعني قصدي الوضع المادي السيء ما كان موجود. فبزيارة سريعة لطريق المطار تبع دمشق بسنة 2006 راح تضيع الطريق من كمية الدخان تبع المشاوي، بس لما بتدقق بالسيارات الواقفة بتلاقيها سيارات متواضعة جدا، وأصحابها قادرين إنه يطلعوا مشاوير ويعملوا سيارين من دون ما يتأثر وضع المادي تبع الشهر. أي تأثير؟ بدك تقول طيب يعني شو كنا عاملين بوقتها لحتى نرجع نعمله مرة تانية بلكي بترجع أمورنا مثل ما كانت. يقال إنه مع بداية سنة 99 كان في توجه حكومي سوري باتجاه الزراعة. الناس بوقتها ما استهانوا صراحة بهذا الموضوع وتجاوبوا معه. بعد سنوات قليلة نجح هذا التوجه وكان السبب الأول والرئيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان وضع اقتصادي صنف بالأفضل عربيا بسوريا. مشان هيك في ناس هلأ بيحكوا إنه ليش يعني هلأ عم نحكي وفي توجهات حكومية لتنشيط الزراعة وما شابه ذلك، يعني الناس وصلوا للأمر ونحن لسه بدنا نزرع ونحصد. طيب تعال لك شغلة يا عزيزي المشاهد، أول شيء اليوم لما عم نلاقي توجه حكومي للزراعة فهالشي صحيح 100% لأنه مجرب وسابقا كان في له معلمية. تاني شيء، أهم دول العالم بنت اقتصاداتها على الزراعة، لا تروح لبعيد، فرنسا، ألمانيا، رومانيا، روسيا وعشرات الدول الثانية كلياتهم صنعوا حالهم من الزراعة، ولهلأ كل التطور اللي عم نشوفه عندهم بسبب الزراعة. على أمل أني لاقيكم بكرة وأنتم مرتاحين مادياً ونفسياً ومعنوياً. بدي أتمنى لكم 24 ساعة مليانة بالحب والسعادة عزيزي وعزيزتي المشاهدة. الله معكم.